Rouen FM 91.2. النموذجي وكما شفتوا وحضرتوا معنا وبارك الله فيك مع المواكبة بتاعكم نشان التربوي، حضر معنا السيد الوالي، حضر معنا ممثل على السيد وزير التربية، الطرف الاجتماعي سيد معتمد الأول، وهذا شرف جهة صفاقس ككل ينطلق فيها معهد نموذجي. إن شاء الله بالمعهد هذا ندعموا العمل التربوي بالجهة، وإن شاء الله تزيد النتائج متاعنا اللي هي متألقة تزيد تتألق، وإن شاء الله نمشي نحو تجويد العمل، وإن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا التلاميذ. بالمناسبة هذه لابد أن نشكر كافة الإطار التربوي، كل العاملين في الحقل التربوي، السادة الأولياء لمساهمتهم الحقيقة كبيرة في الحصول على النتائج هذه. بنتي ياسمين سنة دخلت السنة الأولى الحمد لله، معهد النموذج نسموه احنا قراب الحمد لله، قريب لينا من الأنس، وهذا مكسب كبير لذات النخبة الكل يقرأوا فيه، وإن شاء الله تكون النتائج باهرة كما تعودناها في صفاقس واحد، إن شاء الله صفاقس اثنين تكون النتائج ممتازة. وصلنا إلى حد اليوم إلى حدود 100 تلميذ مسجلين بهذا المعهد. إطارنا البشري من حيث الأساتذة والإداريين ومن حيث القيمين اكتمل، نحن مستعدون للانطلاق. هنيئا للجهة بهذا المكسب، هنيئا لبنات التلاميذ وأبناء التلاميذ بهذا الإنجاز، وحظا موفقا لكل التلاميذ بالبلاد. فرحان برشا ونتوقع أن تكون تجربة باهية، خاطر احنا أول جنراسيون وما فماش برشا تلاميذ، معناتها ينجموا يركزوا علينا الأساتذة والكلاسات ماهمش معبيين، إن شاء الله واحد يوصل بالباهي ويقرا روحه ويرد معنا. الأساتذة باهيين والإكيبمون باهي زادة، معناتها على الأقل نقعدوا مرتاحين في الليسي. احنا بالنسبة لنا كإطار تربوي باش نحاولوا نخدموا باش نعطيوا لو ماكسيموم، خاصة أنهم تلامذتنا توا الحاليين تلامذة سون بيان شوازي سون بيان سيليكسيوني. بالنسبة لنا احنا هذا مكسب كبير لجهة صفاقس، يتوج برشا خدمة وسنوات عمل بالنسبة للناس الكل، كسوا تلامذة كسوا أولياء كسوا مربين كسوا إطار إشراف وغيره. إن شاء الله نتائجنا إن شاء الله تظهر بالوقت، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. المبيت هو عادة يحل في أكتوبر، وإن شاء الله إحنا إذا بحول الله نلقاو حل. وجاوني وتقابلت معاهم جماعة الحنشة وجبليانة، قلت لهم من فوباس انكيتي، راهو رسموا أولادكم والحل موجود. منطقيا 1 أكتوبر هو التاريخ العادي لافتتاح المبيت والمطعم. التجهيزات حاضرة، عندنا تجهيزات مشرية، مازال كان المونتاج متاعها، إن شاء الله في القريب العاجل قلنا تنطلق السنة الدراسية. في ظرف أسبوع كل شيء يكون جاهز. ربما الإشكال الوحيد اللي موجود أنه عدد التلميذات التي طلبنا المبيت 3 تلامذة، ونحن في تشاور مع المندوبية، هذاك حقهم، إذا لزم الأمر فتح المبيت من أجلهن سنفعل ذلك.